ماذا يقال عنك بعد الموت؟ هذا السؤال ينبغي عليك أن تجتهد في الإجابة عنه. ماذا يقال عنك بعد الموت؟ أنتم تعلمون أن كل منفلت في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، في حركة حياته، إذا مات استراحت منه البلاد والعباد، ولعن، وإذا ذكر لم يرحم عليه وإنما يدعى عليه بعد أن يموت، يدعو عليه كل من عرف سيرته وخبر سريرته وعرف حركة حياته. وأما عند ذكر الصالحين فتتنزل الرحمة، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. ما الذي تريد أن يقال عنك بعد الموت؟ كنت جبارا في الأرض؟ كنت منفلت اللسان؟ ماذا تركت؟ ما هي بصمتك في الحياة بعد أن ترحل؟ لا شيء، بل هي أمور سلبية عليك لا لك. نسأل الله العافية.